طيب، أرحب فيكم مرة ثانية في السيمينار الثاني من أو الجلسة الثانية من سيمينار الفلسفة الوجودية. طبعا كان السيمينار الأول تقريبا مقدمة في مفهوم المنهج الفينومنولوجي وكذلك في طبيعة الأسئلة والقضايا الوجودية. طبعا زي ما تلاحظون، التسجيل هذه الجلسة ليس كالمعتاد يعني في مقر الحلقة. والسبب أننا في الجلسة الأخيرة اتفقت مع الحضور على أن تكون الجلسة تفاعلية أكثر، يعني بدلا من أنه الترتيب السابق أنه يكون عندنا محاضرة بعدين تكون عندنا نقاشات لاحقا، كان الوضع أقرب لطبيعة السيمينار الطبيعي الحقيقي اللي هو تفاعل مباشر بين جميع الأطراف الموجودة. فكان صراحة يعني كانت تجربة جميلة وأنا شخصيا ارتحت فيها وحبيتها، وأعتقد الحضور كانوا مبسوطين بعد. فهذا هو اللي تقريبا راح نستمر فيه في الجلسات الخمس الباقية، بحيث أن الجلسة في مقر الحلقة بيكون فيها نقاش مفتوح، أسئلة. الأسئلة ما تنتظر إلى الأخير، لا، يعني السؤال إذا حضر يطرح مباشرة ويكون فيه تفاعل مباشر. التفاعل أيضا ليس فقط مع بيني وبين الحضور، بل أيضا بين الحضور أنفسهم، وهذا كان جدا يعني مثمر ومفيد. فكانت هذه إيجابيات كثيرة راح نستمر عليها. فبيكون نسوي الجلسة في الحلقة بشكل هذا، وبعدين أنا أجي أسجل يعني جلسة للمتابعين والمتابعات على اليوتيوب. طيب، بس تذكير بسيط بالجلسة الماضية. الجلسة الماضية كانت يعني أعتقد الفكرة الأساسية منها اللي هي شرح مفهوم الفلسفة الظاهراتية وفكرة الظاهرة نفسها، والتمييز بينها وبين يعني مثلا البحث العلمي بالمعنى الإمبريقي أو بمعنى البحث التجريبي. يعني أنا فيه مثال كنت أفكر فيه من أمس، يعني لو يمكن يوضح يعني فكرة الظاهرة. الظاهرة طبعا ممكن تكون هي يعني ممكن تكون شيء معين، ممكن تكون فكرة، ممكن تكون يعني مضمونها ما هو القضية. القضية هي كيف تتشكل وعلاقتها بالأطراف، أطراف العلاقة. يعني مثلا لو شخص ذهب لحديقة معينة وقضى فيها وقت معين وتشكلت في ذهنه فكرة معينة عن الحديقة، يعني صار في عنده تجربة أو خبرة مع هذه الحديقة. المنهج الظاهراتي راح يهتم بالحديقة كما وردت في وعي هذا الإنسان، يعني كما هي موجودة في وعيه. يعني العالم الطبيعي لو قلنا له نبي ندرس الحديقة الفلانية بيذهب للحديقة نفسها ويبحث فيها مثلا في تفاصيلها ومساحتها، الأشجار الموجودة فيها، يعني هذه القضية اللي بتشغله. في المقابل الفيلسوف المثالي مثلا سيفكر في الحديقة ك يعني تصور ذهني مجرد، يبدأ يتأمل مثلا في شروط الحديقة وكذا. الظاهراتي هو يهتم بحالة اللقاء بين الحديقة كما هي في ذاتها وبين الوعي، وعي الإنسان، بمعنى الفكرة التي تشكلت في ذهن هذا الإنسان. طبعا نلاحظ أن الفكرة هذه مو بالضرورة أنها تعكس الحديقة كما هي فعلا، لا، الإنسان أحيانا لا يرى الحديقة إلا جانب معين، الباقي هو يكمله، ترتبط فيها معاني معينة بالحديقة وقيمتها وكذا. يعني فيها أشياء كثيرة تعكس الإنسان نفسه في وتجربة وظروفها. في المقابل أيضا الحديقة ليست اختراعا ذاتيا بحتا، يعني ليست هي فكرة الذات اخترعتها بشكل مطلق، لا، هو في لقاء فيه في، وعشان كذا الظاهرتية ليست فلسفة مثالية بالمعنى الكامل. فهذه تجربة الوعي مع الحديقة هي الظاهرة اللي احنا نفكر فيها. طبعا احنا نعرف انه الكتاب هذا اللي هو كتاب الكينونة والعدم اللي احنا قاعدين نفكر فيه،
العنوان عنوانه بحث في الانطولوجيا الفينومونولوجية، اوكي. وبالتالي هو سؤال سارتر هو سؤال انطولوجي. طبعا السؤال الانطولوجي له طبيعة او له غاية معينة، اللي هي البحث عن المكونات الأساسية لكينونة الشيء ولوجود الشيء. ما هي العناصر او ما هي الطبيعة التي لا يمكن ردها الى شيء ادنى منها، اوكي. يعني عندنا طبعا السؤال هذا مو جديد، يعني سؤال موجود في تاريخ الفلسفة من زمان. في ناس يقولون الطبيعة الانطولوجية تتكون من فكر ومادة زي ما قال ديكارت، المثاليين المطلقين زي باركلي وكذا، يقول لك لا، لا يوجد إلا الفكر. الفلسفة المادية الكاملة يقول لك الكون كله والعالم والوجود مجرد مادة، ما في شيء غير المادة. فسارتر يعني فاتح السؤال من جديد وبيقولنا أو بيبحث ما هي البنية الأنطولوجية للكون أو للوجود، تمام. طبعا الترتيب اللي أنا بختاره في هذا الفيديو يختلف عن ترتيب سارتر في طرح الأفكار، لكن أعتقد أنه بيكون يعني على الأقل بالنسبة لي أوضح. فأنا ببدأ بالنتيجة اللي طرحها وبعدين برجع للخلف كيف استنتجها وكيف وصلها. طبعا البنية الانطولوجية عند سارتر راح تتكون من شكلين، يعني أو من مكونين أساسيين. المكون الأول اللي هو يسميه الكينونة في ذاتها، being in itself، والمكون الثاني اللي هو الكينونة لذاتها، أوكي، اللي هو being for itself. الكينونة في ذاتها يمكن عبر عنها بالمادة الخام، الجانب المادي في الحياة، مادة الخام قبل أن يتدخل فيها أي وعي إنساني. يعني مثلا بيكون الحديد في الجبال في مصدرها الأول، مصدرها الأساسي. الحديد المصنع لا، هذا بيكون فيه تدخل من الوعي الإنساني، لكن هذه الشيء الكينونة في ذاتها اللي هو المادة الخام، أوكي. في المقابل الكينونة لذاتها اللي هي راح تكون الوعي عند سارتر، أوكي. الوعي اللي هو يعني يعطي المعاني ويعطي القيم، راح أتكلم عنه بالتفصيل، يمكن ما راح أتكلم عنها بشكل دقيق في الفيديو هذا، راح يكون موضوع الجلسة القادمة. طبعا الجلسة هذه راح تكون مخصصة فقط للمقدمة، مقدمة الكتاب والقسم الأول اللي هو مشكلة العدم، تمام، اللي هو المقدمة في البحث عن الكينونة، والقسم الأول اللي هو مشكلة العدم تقريبا من البداية حتى صفحة 121. السيمينار القادم راح نتكلم عن الباقي. ها، طيب، إذن هذه المكونين الأساسيين، الكينونة في ذاتها والكينونة لذاتها. طيب كيف وصل سارتر لهذه التقسيم؟ طبعا هو لاحظت في مقدمة الكتاب مثلا بدأ بدور الفيمنولوجيا، كيف تجاوزت كثير من الثنائيات اللي كانت موجودة في الفكر الفلسفي السابق، ثنائية الداخل والخارج كما عند الثنائية العلمية، الكينونة والمظهر، القوة والفعل، المظهر والماهية، كل هذه الثنائيات تجاوزتها وأبقت على ثنائية المتناهي واللا متناهي. طبعا المتناهي واللا متناهي، المتناهي هو الظاهرة نفسها، واللا متناهي اللي هو تمظهراتها، أوكي. عندنا ظاهرة معينة لكن ممكن تظهر وممكن تفهم وممكن تؤول وممكن تحضر بعدد لا نهائي من الاحتمالات، تمام. فهذه الثنائية اللي بيتكلم عنها أو اللي استبقتها الظاهراتية، هذا طبعا كان في فكرة الظاهرة في مقدمة الكتاب. بعدين في القسم الثاني منه ظاهرة الكينونة وكينونة الظاهرة، يعود يحاول سارتر، طبعا سارتر يسأل نفسه، طيب إذا عندنا الظاهرة هل يمكن الوصول من الظاهرة نفسها إلى الوجود؟ طبعا هو لاحظنا حنا السؤال
الانطولوجي هو سؤال الوجودي، يعني احنا يبغى الكينونة نفسها. طيب كيف نوصل لكينونة عندنا احنا الحين؟ الكينونة في ذاتها والكينونة لذاتها، الكينونتين هذه كيف الوصول لها؟ هل يمكن الوصول من الظواهر نفسها، الانطلاق من الظواهر؟ يقول لك لا، الظاهرة نفسها مكتفية في ذاتها، وما في ولا تستند على 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 كينونة خارجية يمكن الوصول لها من هذا الطريق مباشرة. طيب هل يمكن الوصول للوجود، الكينونة نفسها، الوجود في ذاته مباشرة؟ يقول لك لا، لا يمكن. تمام، إذا لا الظاهرة البسيطة، الظاهرة العادية توصلنا، ولا يمكن الوصول بشكل مباشر. كيف نصل؟ هو يقول نحتاج إلى شيء اسمه الكينونة المتجاوزة للظواهر، اللي هو تقريبا شرط الظهور، شرط الظواهر كلها. تمام، طبعا علشان يوصل المكون الأساسي هذا أو الشرط يذهب للإدراك الحسي. طبعا الإدراك الحسي عندنا مدرك ومدرك. تمام، السؤال اللي بيطرحه، ما هي الكينونة وما هي شكل الوجود الذي يجعل المدرك يدرك ويجعل المدرك يدرك؟ تمام، طبعا بالنسبة لجانب المدرك اللي هو جانب الوعي، الوعي هو الذي يدرك. يتأمل سارتر في طبيعة الوعي، ويصل إلى أنه عندنا مستويين، مستويات الوعي. المستوى الأول اللي هو يمكن تسميته بالمستوى المعرفي، اللي هو موجه، وعي الإنسان حينما يكون موجه لشيء معين ويعبر عنه أو يحضر في ذهنه باعتباره معرفة، معرفة معلومات معينة. وفيه وعي أدنى منه في الدرجة، أولي سابق عليه، اللي هو شرط له، يسميه الوعي العفوي أو الوعي قبل تفكري. تمام، وهذا هو اللي بيكون هو كينونة الوعي. تمام، طبعا وش هو الوعي قبل تفكري؟ يعطي مثال طبعا سارتر، اللي هو في مثال عد السجائر. أوكي، الإنسان حينما يعد، يقوم بعملية العد، اللي حاضر في ذهنه في ذيك اللحظة هو الأرقام 1 2 3 4، هذا اللي حاضر في ذهنه في فترة العد. لكن لو جينا هذا الإنسان وسألناه ماذا تفعل، سيجيب مباشرة أنه أنا أعد، أقوم بعد مثلا، عد في مثال سارتر، عد السجائر مثلا أو عد أي شيء آخر. هذا في أثناء العد، هذا الحضور، هذه الفكرة غير حاضرة في ذهن الإنسان، لكنها موجودة. تمام، ليست موجودة على شكل معرفة، ولكنها موجودة على باعتبارها شرط لإمكانية العد نفسها. يمكن أثناء المحاضرة، يعني استماعك الآن لهذا المقطع، يمكن نفس المشهد حاصل. يعني في هذه اللحظة اللي قاعد مثلا تفكر فيها أو تفكرين فيه هو المعلومات اللي أنا أحكي عنها. تمام، وفكرة حضورك مثلا في سيارتك ولا في مكتبك ولا في بيتك واستماعك لهذه المحاضرة في هذه اللحظة غير 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 حاضرة في ذهنك. اللي حاضر في ذهنك التركيز على فكرة المعلومات المنقولة والمحكية. بس لو سألك أحد بعد قليل يعني ماذا تفعل، ستقول إني أستمع لمقطع على اليوتيوب. أوكي، فهو حاضر، يعني ما هو ليس غائب، لكنه ليس على شكل معرفة بل على شكل سابق للمعرفة. هذا هو الوعي اللي يسميه الوعي قبل تفكري، هو اللي بيكون موضوع تأملات سارتر، هو الظاهرة اللي راح نتأملها في جانب الوعي وليس المستوى المعرفي. مستوى الأفكار، مستوى المعرفة، التعبيرات المعرفية، هذا مستوى ثانوي، فيه مستوى أولي قبل أنا، وهو أكثر دقة، وراح يكون مهم جدا في التأملات اللاحقة. طيب هذا جانب المدرك، جانب الوعي. في الجانب الآخر اللي هو جانب المدرك، اللي هو الشيء اللي يتم إدراكه. طبعا هو
في جانب منه سلبي باعتبار انه يستقبل، هو تقريبا هو مستقبل، لكن سلبيته ليست كل شيء. يعني هو فيه يعني هذا الشيء المدرك له كينونة تحضر، وبالتالي هو ليس سلبية كاملة. تمام، طبعا يلجأ سارتر إلى شيء اسمه الدليل الأنطولوجي على وجود الكينونة في ذاتها أو الشيء المدرك، وهي فكرة يعني موجودة على زي ما قلنا في البداية في الفلسفة الظاهراتية، اللي هو أن الوعي بطبيعته وعي بشيء ما. يعني الجانب المدرك اللي قبل شوي لا يمكن أن يكون هو من يخلق أو من يصنع أو من يوجد موضوعاته، لأنه دائما هو منفتح على الخارج، هناك خارج يبحث عنه، فالخارج هذا هو الشيء المدرك اللي هو الكينونة في ذاتها. ويذكر لها سارتر خصائص يعني ثلاث أساسية، اللي هي خصائص الوجود في ذاتها. طبعا الكينونة في ذاتها، الخصيصة الأولى هي كما يقول سارتر هي ذاتها. أوكي، وش يقصد؟ يقصد أنها هي ذاتها بمعنى أنها مستقلة، مكتفية بذاتها ومستقلة بذاتها، ما تحتاج، وهذا مهم جدا في فلسفة سارتر، أنها ما تحتاج مثلا، يعني المادة هذه ليست نتيجة علاقة سببية سابقة عليها. تمام، هي حاضرة في هي ذاتها بشكل مستقل وبشكل مصمت. طيب، الخصيصة الثانية يقول لك هي الكينونة في ذاتها هي ما هي عليه. تمام، وهذا معناه أنها لا يوجد فيها وعي بمعنى أنها تدرك ذاتها، المادة لا تدرك ذاتها، هي ما هي عليه. تمام، يعني لا يوجد انفصال بين ذات واعية ومدركة وبين المادة نفسها، وبالتالي يحصل عندها إدراك لذاتها، هذا غير موجود، المادة هي ما هي عليه بشكل كامل، ما فيها انفصال هذا بين الذات والموضوع. تمام، الخصيصة الثالثة هي يقول لك الكينونة كائنة، being in itself is بالإنجليزية، الكينونة كائنة معناها أن ليس لها أصل وليست واعية بذاتها. تقريبا هو يعني هذه الخصيصة تشمل الخصيصتين اللي قبل. إذا المادة أو الجانب المادي في الكون وفي الوجود هو هذا الكائن، هو مصمت مستقل، ليس نتيجة علاقة سببية معينة، ليس واعي بذاته، ليس عنده الانفصال هذا بين الذات والوعي فيدرك نفسه، هو وحدة كاملة موجبة مكتفية كاملة. تمام، الأشياء الثانية كلها اللي احنا نربطها بالمادة سيكون مصدرها هو الوعي. تمام، العلاقات السببية، التفسير، كل هذه فرضيات يطرحها الوعي. تمام، إذن عندنا جانبين، الجانب الوجود الكينونة في ذاتها والكينونة لذاتها. تمام، المادة والوعي. أوكي، الوعي هذا بنشوف طبيعته اليوم، بنشوف جزء من هذه الطبيعة، لكن السيمينار القادم سيكون هو يعني مخصص كاملا لفكرة لقضية الوعي. طيب، الآن يعني الوجود أو الكينونة قسمها سارتر إلى قسمين، لكن احنا نعرف أنه في الواقع وفي التجربة المباشرة لا يوجد هذه القسمة، يعني الأشياء كلها متصلة ببعضها. طبعا سارتر مدرك لهذا، و يعني راح يواجه قضية كيف، طيب أنت قسمت الاثنين هذه الحين كيف تربط بينها؟ تمام؟ طبعا نعرف أن هذه مشكلة صارت في تاريخ الفلسفة كثير، مثلا ديكارت لما قسم الوعي الفكر والمادة، بعدين صار السؤال اللي يواجهه كيف طيب يتصل الفكر بالمادة؟ أوكي؟ يعني هذا السؤال، كيف يتصل الفكر، كيف يوصل الفكر إلى المادة ويكون عنها معارف؟ طبعا ديكارت اضطر أو احتاج إلى أنه يفرض فرضية وجود كائن أعلى يعطينا ضمانات أنه الإدراكات، يعني أنه ما في أحد
يعني قاعد يعبث أو قاعد يظلل تفكير الإنسان، لأنه كان التحدي قدامه، يقول أنا أفكر إذا أنا موجود. طيب فكرك هذا قد يكون نتيجة حيلة من كائن آخر، أو قد يكون أنت مجرد فكرة في ذهن كائن آخر، فاضطر أنه يفرض فرضية الوجود، الكائن موجود كامل لن يسمح بهذا التضليل. طبعا سارتر لا يريد هذه الفرضية، فسيلجأ إلى طريق آخر اللي هو يجمع من خلاله الكينونة في ذاتها والكينونة لذاتها، اللي هو يسميها يعني سيعود إلى التجربة المعيشية أو ما يسميه السلوك في العالم. أوكي، راح نرجع إلى سلوك الإنسان في العالم ونشوف، نتأمل هذا السلوك ونشوف يعني وش الظواهر اللي فيه اللي ممكن من خلالها ندرك العلاقة اللي بين الكينونة في ذاتها والكينونة لذاتها. طيب الملاحظة الأولى اللي ينطلق منها سارتر اللي هي ملاحظة فكرة السؤال عند الإنسان. أوكي، الإنسان يسأل، وهذا السؤال له يعني له دلالات. كيف يسأل الإنسان ولماذا يسأل؟ وش القدرة؟ ما هو المكون أو الطبيعة اللي عند الإنسان التي تجعله يسأل؟ أوكي، طبعاً يقول لك السؤال فيه قضية مهمة جدا جدا جدا، راح تكون تقريبا هي الأداة الأهم أو الملاحظة الأهم في فلسفة سارتر، اللي هو أن السؤال لديه القدرة أو يتضمن ما يسميه سارتر بالنفي. أوكي، والقدرة على النفي هذه بتكون واحدة من الخصائص اللي تميز الوعي عن المادة. تمام، وهي اللي بعدين بتكون لها علاقة مع الحرية وعلاقة مع العدم. خلينا نركز شوي في مفهوم النفي. طيب يقول لك السؤال حينما يسأل الإنسان سؤال، هذا السؤال يتضمن ثلاثة أشكال من النفي. تمام، أولا عدم المعرفة عند السائل. أنت لما تسأل فهذا السؤال يتضمن أو يحتوي نفي المعرفة عندك، لو كانت المعرفة عندك ما سألت. أوكي، فهذا النفي الأول، عدم وجود المعرفة عند الإنسان. النفي الثاني اللي هو احتمال الإجابة السلبية. أوكي، يعني أنا حينما أسألك مثلا هل يعني هل ذهبت للمكان الفلاني أمس؟ ففي احتمال انه نعم او لا، فلا هنا جانب النفي متضمن في السؤال، انه يفترض احتمال السلبيه، الاجابه السلبيه. النفي الثالث او الشكل الثالث من اشكال النفي في السؤال هو اجابه، هو ان الاجابه الصحيحه تنفي الاجابات الباقيه. يعني حينما اقول لك اين كنت امس وتقول انا كنت في الرياض، فهذا معناه أنك لم تكن في جدة، لم تكن في الشرقية، لم تكن في حائل، لم تكن في أي مكان ثاني. نفي نفي نفي، إثبات واحد. فالإجابة حينما تحضر السؤال يفترض أنه إجابة واحدة صحيحة ستنفي الإجابات الباقية. تمام، فعندنا هنا ثلاثة أشكال من أشكال النفي المتضمنة في السؤال. الإنسان يسأل، الإنسان بهذا الشكل يقوم ب عملية نفي أو يدرك وجود النفي في العالم. تمام، طبعا النفي هذا بيكون أحيانا المترجمين يقومون بالسلب، السلب اللي هو النفي، السلبية، والسلبية هذه هي شكل من أشكال التعديم أو الإعدام، بمعنى النفي تنفي أشياء معينة، أنت تنفي أشياء معينة على أساس تظهر شيء معين. أوكي، المثال اللي يشرح يوضح هذه الحالة وكيف قيمة العدم أو النفي في تشكيل الخبرة الواعية عند الإنسان. في المثال اللي هو مثال بيير. أوكي، بيير اللي هو صديق لسارتر،
بيير بين سارتر وبيير موعد الساعة 4 مساء في مقهى معين، تمام؟ بيير مشهور انه يحضر في المواعيد المحددة، فالساعة 4 يعني احتمال كبير انه يكون موجود في المكان الساعة 4. طيب، سارتر يتأخر عن المقهى عن الموعد ويذهب للمقهى مثلا في الساعة 4:15. يدخل سارتر للمقهى، دخوله وهو في هذه الحالة من حالة الإحساس بأنه متأخر يجعله يدخل المقهى بتجربة مختلفة تماما، وهي أنه يدخل للمقهى بحثا عن، وفي رأسه سؤال، هل بيير موجود أم لا؟ المقهى كله، المكان كله يتم ترتيبه من خلال وعي سارتر بطريقة معينة، بحيث أنه يحاول يساعده أن يشوف هل بيير موجود أو لا. بمعنى في أشياء كثيرة ما راح يركز عليها في دخوله، وهذا العدم يعني قاعد يعدم أشياء معينة وينفيها ويحاول يظهر احتمالات معينة وين ممكن يكون بيير. فيدخل سارتر في المكان، يبحث عن بيير، وعيه يشكل، يعيد ترتيب المقهى بحيث انه يحاول انه يساعده على اكتشاف هل بيير موجود. نفترض انه بيير مو موجود، يكون التجربة هذه عنوانها او حقيقتها ومكونها ان بيير غير موجود في المقهى. لاحظ ان هنا التجربة هذه حالة من العدم، بيير غير موجود، وجوده معدوم. العدم هنا هو اصبح موجود في المقهى. العدم موجود في المقهى، بمعنى ان تجربة الوعي عند سارتر في هذا المقهى عنوانها الاساسي او مكونها الاساسي هو عدم وجود بيير. اوكي، لاحظ حضور العدم الحين اللي جاء انطلاقا من السؤال، وكيف ان العدم ليس كما يقول هيجل ضد للوجود، وليس محيط بالوجود كما يقول هايدجر، بل العدم هو في قلب الوجود. في قلب الوجود، العدم الآن هو في قلب المقهى. عدم وجود بيير هو في قلب المقهى. المقهى الآن أصبح متشكلا بحقيقة عدم وجود بيير. إذن العدم هنا هو يعني مشكل جزء أساسي من الوجود، ينتج أو نصل له من خلال السؤال. السؤال عنده قدرة على يتضمن مفهوم السلب، تمام؟ هذا في الأخير الكائنات يعني المادة الجامدة لا تسأل. ليش ما تسأل؟ لأنها لا تتصور احتمالات متعددة ومتناقضة ومختلفة. يعني الإنسان عنده قدرة أن يتصور الضد، الشيء مثلا الأمور كما هي ماشية الآن، كما هي تسير الآن، الإنسان بوعيه قادر على أن يتصور الضد، ضد الشيء، عكس الشيء، نفيه، ينفي، يقوم بالنفي. هذه القدرة على نفي الأشياء معناها أن الإنسان لديه القدرة على التحرر ما يسميه سارتر العلاقة السببية. العلاقة السببية وشو؟ سبب نتيجة، سبب نتيجة، سبب نتيجة، خط واحد نعرفه مثلا في قوانين الطبيعة، ما في احتمالات، ما في احتمالات، في خط مستمر. الإنسان في وعيه يتحرر من شبكة السببية ويستطيع أن يفترض أو يتصور أو يتخيل أو يسأل عن الضد، ضد الأشياء. الأمور ماشية بهذا الشكل، هو يتصور الضد. علشان كذا هو الوعي عند سارتر هو الحرية، أو الوعي حر، والحرية تنتج من هذا العدم اللي هو الانفلات من قانون السببية المباشر والقدرة على نفي الأشياء. أوكي، وراح نشوف إن هذه هي المكون الأساسي أو الطبيعة الأساسية أو الكينونة الأساسية للوعي، أنه دائما ينفي نفسه، أنه هو كما يقول سارتر هو ما ليس هو عليه الآن. بمجرد أن تكون شيء في وعيك، فوعيك يقول لك أنك تستطيع أن تكون شيء آخر، وهذا راح أتكلم عنه بعد شوي.
لكن فكرة العدم، الإعدام، التعديم، أوكي، اللي ناتجة عن السلب، ناتجة عن السؤال. هذه لاحظوا أن انطلقنا من السؤال، الإنسان يسأل فكرة السلب والنفي والعدم أو الإعدام والتعديم، وكيف أنه مكون من مكونات مكونات الوجود نفسه وليس خارجا عليه. طيب إذا الإنسان بهذا المعنى حر، الوعي الإنساني حر بمعنى أنه دائما عنده القدرة على تصور الضد أو تصور العكس أو تصور المختلف. أوكي، الإنسان وعي الإنساني دائما يواجه خيارات، يواجه إمكانيات، عمره ما يكون أمام خيار واحد. أوكي، هذا طبعا اللي يجعل حر، لكن الحرية كما نعرف وكما يؤكد الوجوديين بشكل عام تسبب القلق. ليه؟ لأنها تتطلب عملية الاختيار. إذا كان عندك خيارين فأنت مضطر أنك تختار واحد منهم. عملية اختيار واحد منهم فيها قرار وفيها تحمل المسؤولية، وبالتالي هذا يسبب عند الإنسان شكل من أشكال القلق اللي يسمونه طبعا في الترجمة الإنجليزية لهذه أنجوش، القلق أنجوش. القلق هذا هو شكل من أشكال الوعي بالحرية. الإنسان الواعي بحريته هو الإنسان الذي يقلق لأنه يدرك أن عنده خيارات دائما، أكثر من خيار، عمره ما يكون أمامه خيار واحد. طبعا عشان نفهم كلام سارتر بشكل دقيق، الحرية اللي يتكلم عنها على مستوى الوعي، على مستوى إدراك الإنسان، تمام؟ يمكن الإنسان ما يكون عنده خيارات على مستوى الفيزيكال الأكشن، إنما لا يستطيع. هذا يسميه الوجود في ذاته، الجانب المادي من الإنسان. أحيانا قد يكون مثلا إنسان في ظرف صحي معين لا يستطيع القيام بعمليات معينة، بإجراءات، أفعال معينة، لكن على مستوى الوعي دائما لديه هذه القدرة. ما دام إنسان واعي فعنده القدرة على أن يكون عنده أن يتخيل الضد، وبالتالي إذا اختار واحد أو اثنين فالخيار هذا سيكون خياره، تمام؟ طيب القلق هذا يظهره، يعني يحاول يكشف عنه سارتر من خلال عدد من الظواهر المشهورة طبعا في فلسفته. الظاهرة الأولى اللي هي ظاهرة أن الإنسان حينما يقف على موقع، يعني على في مكان مرتفع جدا، وهذه التجربة يمكن أنا طرحتها في الجلسة وكثير من مو كلهم بس كثير من الحضور يعني قال أنه فعلا مرت عليه التجربة هذه، أنا شخصيا مرت علي، أنك لما تكون في مكان عالي وتطل مثلا على الهوة السحيقة تحتك، في شيء في داخلك يقول لك أنك ممكن تقفز، تبدأ تتخيل يعني نفسك أنك تقفز. طبعا هذا الصوت اللي في داخلك مخيف أو مقلق على الأقل، يعني من هو، ما هو هذا الشيء اللي في داخلك اللي يعطيك هذا الاحتمال، رغم أنك في يعني كل تفكير، يعني لو عطناك ورقة وقلم وتسجل شروطك وتسجل ظروفك وتسجل كل شيء في حالتك النفسية وكذا، ما في احتمال أنك تقفز، لكن يبقى في داخلك في صوت يعطيك الاحتمال الآخر أنك ممكن أنك تقفز. أوكي، هذا الصوت الثاني، هذا الاحتمال، يقول سارتر هو قدرة الوعي على النفي، على أنه يعطيك. إذا أنك تقول نفسك أنا ما راح أقفز، يقولك ممكن أنك ما تقفز، بس تذكر أن في دائما إمكانية أنك تقفز، أنت قادر على أنك تقفز، في إمكانية، عشان كذا أنت حر. إذا ما قفزت فأنك قفزت، ما لم تقفز بسبب اختيارك الشخصي وليس لأن هذا هو خيارك الوحيد، في الأخير هو قرارك أنت. المثال طبعا هذا تقريبا مثال عن المستقبل، يعني شيء ممكن تسويه في المستقبل. المثال الثاني اللي هو مثال المقامر. مثال المقامر هو أن إنسان مثلا يلعب قمار، والقمار هذا يعني سبب له مشاكل كثيرة وأدى إلى إفلاسه، فيقرر مثلا البارحة أنه يعني سيتوقف عن القمار وأنه سيترك هذا الموضوع نهائيا، ويتم يعني يعطي نفسه كل التعهدات والالتزامات، يمكن حتى يلتزم للناس اللي حوله أنه أنا تبت من هذا الموضوع نهائيا.
لكن غدا يمر في المكان اللي فيه لعب القمار. مروره مع أمام هذا المكان يعيده إلى حالة مفترق الطرق، أنه أنت إما تدخل وتلعب وتعود إلى لعب القمار، أو أنك تلتزم بما أنت يعني قررته البارحة. الشاهد هنا أن كل التزامات البارحة الآن توقفت، بمعنى أنها أصبحت واحد من الخيارات، لم تعد تحسم الموضوع. وهذه كلها أمثلة أن الوعي لا يمكن حسمه، يعني لا يمكن وضعه في سياق أنه احتمال واحد. قررت، حلفت، أقسمت، تعهدت، التزمت، كل شيء، لكن كل شيء هذا لا يكفي بحد ذاته، لا يمكن تحويلك إلى مادة أو شيء يعني تم حسم خياراته ضمن علاقة سببية معينة. لا، لما يقف هذا صاحب المقامر عند محل القمار يعود إلى لحظة الاختيار، إما أن يقرر أن يستمر أو أن يستمر في التزاماته، أو أنه يرجع ويقامر مرة أخرى. وهذا معناه أنه كائن حر، وهذا معناه أنه أمام هذه القرارات والخيارات اللي هي طبعا تجعله في حالة من القلق باعتبار أنه يجب أن يتخذ قرار. طبعا القلق هذا نلاحظ أنه يخف عند الإنسان إذا وضعناه في ظرف معين يخفف يقلل من خياراته. أنا شخصيا قلت في المحاضرة أنه لما أسافر في رحلة طويلة على الطيارة، وباعتبار أن الطيارة طبعا تحرمك من خيارات معينة، يعني مثلا ما تقدر تسوي أنشطة رياضية، ما تقدر مثلا تقوم ب إذا ما فيه اتصال بالإنترنت، فأنت أيضا يعني خياراتك صارت محدودة. فأنا شخصيا أشعر بشكل من أشكال الارتياح. ليه؟ لأنك صار القلق اللي عندك سابقا من أنك ليش ما سوي هذا وليش ما سوي هذا وليش ما سوي هذا وليش ما سوي هذا، أنت ارتحت منه، تمام، تخففت، خلينا نقول تخففت شوي من الخيارات اللي تسبب لك القلق. أوكي، فهذه فكرة القلق المرتبطة بأن الوعي بطبيعته دائما مفتوح على خيارات متعددة. أوكي، ولا بد في الأخير أن الإنسان نفسه هو اللي يحسمها. لكن يقول سارتر أنه يعني القلق هذا في الأخير هو شيء غير مريح للإنسان، وبالتالي الإنسان يحاول يهرب من القلق، تمام. وقدرة أو محاولة الهرب من القلق هذه أيضا تكشف لنا شكل من أشكال أو طبيعة من طبيعة الوعي عند الإنسان. كيف يحاول الإنسان الهروب من القلق؟ من خلال عملية يسميها عملية الخداع الذاتي، self deception ولا bad faith. أوكي، تترجم ترجمات مختلفة، لكن المترجمين اختاروا الخداع النفسي. أوكي، في البداية الخداع النفسي يختلف شوي عن الكذب. الكذب يكون عندنا طرفين، طرف كاذب وطرف مكذوب عليه. أوكي، طرف يعني عنده المعرفة وطرف ما عنده المعرفة، وواحد منهم يضلل الثاني. لكن الخداع النفسي احنا نتكلم عن شيء بين الخادع والمخدوع، هو الإنسان نفسه، يعني عملية تتم داخل الإنسان وليست بين إنسان وإنسان آخر. طبعا وش الخداع النفسي؟ الخداع النفسي احنا قلنا ان الإنسان الكون الوجود بشكل عام فيه الطرفين، هذا اللي هو الكينونة في ذاته والكينونة لذاته. الإنسان نفسه هو شكل من أشكال التقاء الكينونة في ذاتها والكينونة لذاتها، يعني الإنسان فيه جانب مادي وفيه وعي، تمام. الخداع النفسي هو عملية محاولة التركيز على جانب واحد من جوانب الإنسان، إما التركيز على جانب مادية الإنسان، يحول الإنسان يحول نفسه إلى مجرد مادة، وبالتالي هنا يصير إذا حول نفسه إلى مادة معناه ما عاد عنده خيارات، ما عاد عنده حرية. أوكي، أو إنه يحول نفسه إلى حرية كاملة بدون تاريخ، بدون ماضي، بدون وقائعية يسمونها. طبعا إحنا عندنا الفاكتسيتي وعندنا Transcendence، المفارقة والوقائعية، حرية ومادة.
الخداع النفسي هو تركيز على واحد منهم، إما مادة بلا حرية أو حرية بلا مادة، بمعنى بلا تاريخ بلا ارتباط بالواقع. تمام. طبعا فيه أمثلة يحاول سارتر من خلالها الكشف عن هذا الأمر. طبعا ليش يسمي خداع باد فيث وخداع؟ راح نعرف بعد شوي أنه لا ينجح. عموما هو يحاول الإنسان لكنه لا ينجح، لكنه يلجأ إليه بكل الأحوال. طيب المثال الأول اللي هو مثال يذكره سارتر، مثال الغزل. مثال غزل هذا هو مثال شخص، إنسان وإنسانة بينهم علاقة يعني لا زالت يعني على مستوى معين، مثلا مستوى رسمي، خلينا نقول انهم زملاء في العمل. فالزميل زميلها مستلطفه زميلها، وزميل مستلطف زميلته، وبينهم علاقه، لكن واضح ان الرجل نفسه يعني عنده رغبه اكثر في تطوير العلاقه الى انها مثلا تكون علاقه حب. في المقابل الانسانه الانثى، طبعا سارتر يحكي انها مثلا من عائله محافظه او عندها ظروف معينه، المهم انها تحاول تبقي العلاقه كما بشكل رسمي، علاقه رسميه، يعني ما تبي تطورها. فهو كل ما قال لها كلام يعني كمثلا ثناء على جمالها، او ثناء على علاقتهم، او مشاعر تجاهها، هي كل كلام يقوله تحوله الى انه مجرد مجاملات بين زملاء. تمام، مجرد مجاملات بين زملاء، فتبقى العلاقة على هذا المستوى حتى يجي مثلا هو الرجل مثلا يصير بينهم لقاء وعلى عشاء، مثلا عشاء في مطعم. تمام. أثناء الجلسة الرجل يحاول أنه يحسم الموضوع، بمعنى أنه يحدد، يعني يضع المرأة في موقف بحيث أنها تتخذ قرار، إما أنها تقبل به، بمعنى أنها تقبل به على مستوى أعلى من العلاقة الرسمية كحبيب أو كذا، أو أنها ترفض وبالتالي تصير الأمور واضحة. فهو ماذا يعمل؟ أثناء وجودهم على شاء يضع يده على يدها. أوكي؟ يضع يده على يدها. طبعا بمجرد أنه وضع يده على يدها فهو جعلها أمام لحظة اتخاذ قرار، إما أن تسحب يدها وهذا معناها الرفض، أو أن تبقي يدها وتبادله يعني الإحساسات، وبالتالي هذا معناه أنها قبلت. طيب الخيارين هذه بتكون الخيارات اللي ما فيها خداع نفسي إلى درجة معينة، لكن الخداع النفسي وين يصير؟ الخداع النفسي حينما تقوم الإنسانة هذه، طبعا لا تسحب يدها ولا تبقي يدها بشكل متفاعل، ولكنها تترك يدها في يد الرجل بدون أي إحساس، يعني بدون أي رياكشن معين في يدها، وتبدأ في نفس الوقت تتحدث عن موضوع آخر، مثلا تتحدث في السياسة وكأن الحدث هذا ما صار. المشهد هذا وش يعبر عنه؟ أن كأنها حولت يدها اللي هو الجزء التفاعلي منها في هذا المشهد إلى مجرد مادة بدون أي إرادة، بدون أي قرار، مادة غير متفاعلة، مادة إلى شكل من أشكال الموت، ميتة. فالإنسانة هذه واجهت قلق لاتخاذ القرار، هربت منه من خلال تحويل نفسها إلى مادة. قلنا أنه الخداع النفسي هو تركيز على جانب واحد من الجانبين، إما المادة وإما الحرية، لكنه ما يجمع الثنتين مع بعض. فهي كانت تقول أنا مادة، أنا ما عندي حرية، أنا ما عندي قرار. وإحنا نعرف طبعاً إنه واحد من، يعني بشكل عام، إنه واحد من اللي يخفف من عند الناس الإحساس بالمسؤولية، إنهم يعني يقولوا إحنا أصلاً ما عندنا خيارات، يعني وكأنهم يقولون إحنا مجرد يعني أدوات في سياق معين. وإذا أنا ما عندي خيارات، إذا أنا ماني مسؤول، إذا ما في مبرر إني أقلق. لكن اللي يقول سارتر إن هذه العملية لا تنجح، الإنسان لا يمكن أن يقنع نفسه بأنه مجرد مادة بدون خيارات، بدون حرية، لا يستطيع، دائما عنده تذكير. عشان كذا هو يسميه باد فيث، فيث الفيث اللي هو الاعتقاد
مرتبط باعتقادنا بشيء لا نملك عليها أدلة حاسمة ومباشرة، عشان كذا احنا نعتقد أشياء معينة. لكن الأشياء اللي عندنا يعني دليل عليها واضح ومباشر احنا ما نعتقدها، احنا خلاص يعني. يعني أنا قلت في الجلسة أنه سيكون من الغريب مثلا لو قلت أنا أني أنا مؤمن أو أني أعتقد أنكم موجودين، بتكون عبارة غريبة للحضور اللي أمامي. التعبير الطبيعي هو أني أنتم موجودين أمامي، لاحظ أن التعبير مباشر ما تحتاج جزئية الاعتقاد أو الإيمان. الاعتقاد والإيمان على شيء غير مباشر، وبالتالي هو عشان كذا هو يحتاج إلى تأكيد. طبعا راح يناقش سارتر موضوع الإيمان يعني بطريقة أوسع لاحقا، لكن الفكرة هنا أنه لماذا لا ينجح الخداع النفسي؟ لأنه لا يمكن إخفاء الطرف الثاني أو واحد من الأطراف في حياة الإنسان، وبالتالي الإنسان الخداع هذا يسمى إيمان باعتبار أنك تحتاج أنك تعززه باستمرار، تعززه باستمرار، تعززه باستمرار، لكنك لن تنجح. أوكي؟ طبعا الحالة هذه فكرة التعزيز بتكون أكثر وضوح في المثال الثاني اللي هو فكرة النادل. يعني خلينا نقول موظف في مطعم يقدم الوجبات، يقدم طبعا سارتر يتأمل في هذا الشخصية النادل اللي هو يقوم بتقديم الأطباق وتقديم المشروبات للحضور. هذا النادل يحاول بأكبر قدر ممكن من الدقة أن يكون نادلا نموذجيا، بمعنى أن يقوم بكل ما هو متوقع من النادل النموذجي أن يقوم به، من ناحية اللبس، من ناحية العبارات، من ناحية الحركة، يتحرك بدقة عالية جدا، عنده ألفاظ عبارات ترحيبية وتفاعلية مع الناس بشكل احترافي، يتعامل مع الآخرين باعتباره نادلا. أوكي؟ سارتر يقول أن هذا الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يضع نفسه في هوية محددة، أوكي، وكأنه قلق أو كأنه حريص جدا أنه يغلق منافذ الاحتمالات الأخرى. يعني حينما يقول أنا نادل ويجتهد في عمله بهذا الشكل، كأنه يعرف أو يدرك أنه ممكن أن يكون شيء آخر، لكن هذا الاحتمال مقلق بالنسبة له، فعشان كذا يركز على فكرة أنا نادل أنا نادل أنا نادل، تمام، من خلال هذه العمليات. لكنه يدرك أنه ممكن يكون شيء آخر، ممكن يكون غير نادل، يعني ممكن يكون كاتب، ممكن يكون لاعب كرة قدم، ممكن يكون في خيارات كثير قدامه. لكن فكرة أنه أمام خيارات هذه مقلقة، وبالتالي هو يحاول أن يكثف، كأنه يحول نفسه إلى آلة، بمعنى أنه يركز على الجانب المتحقق الثابت المستقر المادي من جانبه، من جانب حياته، من إنسانيته، تمام، ويقفل جانب الحرية، لأنه هو اللي جاي صاير يعني هو اللي يسبب القلق. طيب هذه يعني الأمثلة أيضا تتحقق، إحنا ركزنا على جانب كيف الإنسان يحول نفسه إلى مجرد مادة، تمام، لكن الإنسان أيضا ممكن يحول نفسه إلى حرية مطلقة، وهذا أيضا شكل من أشكال خداع الذات. يعني المثال اللي يذكره سارتر أنه شخص مثلا كتب مقالة أو كتب عمل فني معين، فجاءه الناس وبدأوا ينتقدونه، يقولون لك يعني أنه الفكرة الفلانية ما كانت واضحة، الأسلوب ما كان واضح. فلما ينتقدونه يقول أنا أصلا الآن أصبحت إنسان جديد، إنسان مختلف، الإنسان اللي أنتم تتكلمون عنه هذا إنسان أنا ما لي علاقة. لاحظ أن الإنسان هنا للهرب من المسؤولية يتحرر أو يحرر نفسه من وقائعيته، من تاريخه، من وجوده السابق، وكأنه يقول أنا حرية مطلقة كاملة بدون وقائعية، بدون كأنني كينونة لذاتها بدون كينونة في ذاتها. أوكي؟ هذا شكل من أشكال خداع النفس، لأنك الإنسان أيضا في وعيه دائما يدرك ارتباطه بالعالم، لا يمكن أن يكون وعي مثالي، وعي مجرد، دائما هو مرتبط بالعالم، تمام؟ إذن هذه ظاهرة خداع النفس، اللي هي ظاهرة مرتبطة بإدراك الإنسان لأنه عنده خيارات
إدراكها لحريتها. الحرية هذه تسبب قلق، فالإنسان يهرب من القلق من خلال الخداع الذاتي. الفكرة الأساسية من التأمل هذا هو أن الخداع الذات أو خداع النفس يكشف لنا شكل من أشكال من طبيعة الوعي، أن الوعي بطبيعتين متناقض أو في طبيعتين متناقضتين. أوكي، فيه ما هو متحقق الآن والنفي المستمر بالنسبة له. عشان كذا الوعي لا يمكن أن يستقر، لا يمكن أن يتوقف، هو دائما ينفي نفسه، ينفي نفسه. كل ما تحقق شيء نفاه إلى إمكانية مستقلة. فالإنسان اللي يقول أنا نادر فقط، الوعي وعيه يقول لا، أنت ممكن تكون شيء آخر باستمرار. فكل إعلان هوية، كل إعلان هوية، الوعي يقول هذا مجرد خيار واحد، هناك خيار آخر. أوكي، لذلك حتى، وهذه يمكن واحدة من النتائج اللي يمكن تفاجئ يعني البعض، إنه حتى الصدق مع الذات هو شكل من أشكال خداع النفس. الصدق مع الذات هنا ما يتكلم عن صدق في الماضي وش اللي صار في الماضي، لا، صدق في المستقبل، حينما تقول أنا سأكون كذا كذا كذا. سارتر يقول لك أوكي، لكن حينما تقول أنا سأكون كذا كذا كذا، فإنك كأنك تقول أنا بحدد هوية معينة لي في المستقبل، وبالتالي كأنك تقول، أو فعلا أنك تقول، أني سألغي الاحتمالات الأخرى، كأني بسكر على نفسي في سياق واحد. وبالتالي هذا معناه أنه كأنك تبي تلغي حريتك، تضع نفسك أمام خيار واحد. وبالتالي هذا شكل من أشكال خداع النفس. مهما الهوية الجديدة هذه، دائما عندك رفيق يقول لك أنك ممكن تكون شيء آخر. أوكي، وهذا اللي يجعل، تذكرون في السيمينار السابق العبارتين اللي حينما يقول أنا لا حول لي ولا قوة وأنا سأكون إنسان ثائر، إنها في الأخير شكلين من أشكال خداع النفس، بمعنى أنها محاولة تحويل الإنسان إلى هوية واحدة، بينما إحنا نعرف من خلال طبيعة تأملنا بطبيعة الوعي أن دائما هناك خيار آخر، والحرية هي هذا الوعي بالخيار الآخر المستمر. أوكي، إذن في ختام هذه الجلسة وهذا السيمينار الثاني، الفكرة الأساسية أن عرفنا الآن المكونين الأساسيين للوجود عند سارتر، اللي هو الكينونة في ذاتها والكينونة لذاتها، المادة والوعي. وقلنا بشكل مختصر دون دخول في كثير من التفاصيل في كيف وصل لها، تمام، من خلال تأمل الإدراك الحسي، جانب المدرك وجانب المدرك. كينونة المدرك هي الوعي، كينونة المدرك هي إيجابيته واكتفائه بذاته وكونه مصمت، اللي هو المادة، تمام. ذكرنا أنه الشيء في ذاته له خصائص، أنه هي ذاتها، الكينونة في ذاتها هي ذاتها، وهي ما هي عليه، وهي كينونة كائنة، بمعنى أنها مصمتة ومستقلة، موجبة، لا يوجد فيها فراغ. أوكي، ليست واعية بذاتها، لا توجد عندها ثنائية الوعي وذات الوعي هو الشيء الذي يتم الوعي به. ليس لها أصل، بمعنى ليست امتدادا لشيء بقدر ما هي مكتفية بذاتها. وفي المقابل عندنا الجانب المدرك اللي هو جانب الوعي، جانب الإدراك. وقلنا في مستويين من الوعي، المستوى المعرفي والمستوى العفوي قبل تفكري، وهذا هو المستوى اللي حنا نفكر فيه، تمام، أو اللي نحاول نتأمله. كيف طيب حنا فصلنا الاثنين، كيف نجمعهم مع بعض وندرسهم في حالة الالتقاء من خلال اللي يسميه سارتر بالسلوك الإنساني. السلوك الإنساني بدأ يتأمل من خلال ظاهرة السؤال، فكرة السؤال عند الإنسان، كيف الإنسان يسأل، والسؤال هذا كيف يتضمن فكرة السلب، والسلب كيف يقوم بعملية التعديم أو الإلغاء والنفي في الوجود، تمام. ذكرنا مثال بيير في المقهى، وكيف أن غيابه أو عدم وجوده كان هو تقريبا الشكل الوجودي اللي ظهر فيه المقهى، ف
فالعدم هنا لم يعد شيئا مضادا للوجود ولا محيطا بالوجود بقدر ما هو في قلب الوجود. تمام؟ إذن النفي هو تذكير بالحرية. الإنسان الحر هو إنسان يستطيع أن ينفي الأشياء، بمعنى أنه متحرر من العلاقة السببية اللي هو موجود فيها. طبعا هذا وجود الإنسان دائما ضمن هذه الخيارات، ضمن هذه الاحتمالات، يجعله في حالة من القلق. القلق هذا ذكرنا عليه أمثلة، القفز من المكان عالي ومثال المقامر. القلق هذا يهرب الإنسان منه من خلال مثال من خلال حالة الخداع النفسي، الباد فيث، سيلف ديسبشن. وقلنا أنه الفكرة الأساسية في الخداع النفسي هي فكرة التركيز على جانب واحد من جوانب الإنسان، إما جانب المادة أو جانب الحرية، بينما الإنسان هو المجموعة، مجموع هذين الاثنين متناقضين. تمام؟ ذكرنا أمثلة ثلاثة على هذه الحالة: الغزل والنادل والناقد. وقلنا طابع الإيمان، كيف أن الخداع النفسي هو شكل من أشكال الإيمان، عشان كذا يحتاج أن دائما نأكد عليه باستمرار، لكننا كما يقول سارتر لا ننجح في هذه المهمة. إذا هذه كانت الفكرة الأساسية من السيمينار الثاني، اللي هي مناقشة مقدمة الكتاب اللي هي البحث في الكينونة ومشكلة العدم. المحاضرة القادمة أو الجلسة القادمة ستكون مخصصة للكينونة لذاتها، اللي هو القسم الثاني من الكتاب، اللي هي راح تتكلم عن الوعي بشكل أدق وبشكل أعمق. تمام؟ شاكر لكم استماعكم، ونلتقي في الجلسة القادمة.